بعد الاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية أمام السراي الحكومي من أجل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، التقى وفد من الهيئة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل سليم الجيساطي من أجل تدارك الوضع، لكن ميقاتي وبعكس المتوقع قطع شعرة معاوية خلال الاجتماع. ما قالنا شيء، ما عنده شيء يقوله، بعده عند موقفه، بل بالعكس عم يطلب منا نوقف التحرك مقابل لا شيء، وكأنه لا عامل اتفاق ولا اخذ قرار بالسلسلة ولا ملتزم امام الرأي العام اللبناني كله سوا انه بده يحيل السلسلة. نحن بنعتبر نتائج الاجتماع سلبية، وبالتالي موقف هيئة التنسيق النقابية يبقى على حاله الاستمرار بالاضراب المفتوح. نحن كنا عم نشتغل لنتفادى الاضراب المفتوح، اشتغلنا ليصير مشروع سرا يوم الاثنين لتحال السلسله لنتفادى الاضراب. طلع اخر هم اذا بيصير في اضراب ام لا، اخر هم البلد وين رايح، هن مفكرين عم نمزح معهم. نحن بهيئه التنسيق بلش اضرابنا اليوم، ما بقى نطلع من الشارع ويتوقعوا خطوه يوم الخميس مش متوقعينا. كل الخطوات صارت مباحه لالنا عند عدم المبالاه اللي عم نشوفها عند المسؤولين. الوفد أشار إلى ضغوطات تمارسها الهيئات الاقتصادية على الحكومة من أجل عدم إحالة السلسلة، محملة إياها والحكومة مجتمعة مسؤولية ما سيؤول إليه الإضراب المفتوح. لم يقدم رئيس الحكومة شيئا في هذا الاجتماع الصوري، فسلته فارغة حتى من الوعود المعتادة. ربما هو استخفاف من الحكومة أو استهزاء بحقوق المواطنين، لكن المؤكد أنه استكمال لشل حركة البلد. من السراي الحكومي ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل.